بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة معانا الجزء الخاص بـ Grammar Unit 2 Lesson 1 and 2، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا زمن The Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط. طبعا الزمن عندنا مشروح بالتفصيل على قواعد ثانوية عامة، ممكن نراجعه بالتفصيل، أو عندنا على الصف الأول الثانوي 2022 ممكن نجيب اليونت ونراجع القاعدة بالتفصيل. ولكن تعالوا مع بعض نتناول الجزء الخاص بالأسئلة. My son plays football and tennis. طبعا هنا my son مفرد يبقى plays. My son's space football and tennis. طبعا son's جمع يبقى play. عارفين ان الفعل بنضيف له اس مع he وshe وit والاسم المفرد، اما الفعل في المصدر مع I we you they والاسم الجمع. عندنا son's جمع يبقى الفعل فقط. football and tennis طبعا هنا هما جمع، football and tennis are played يعني بتلعب in the club. طب لو football لوحده يبقى is played يعني يلعب في in the club. does أمير طبعا does بيجيب مع الفعل بدون إضافات، يبقى does أمير إيه؟ attend your birthday party، يبقى الفعل في المصدر مع do أو does. بالنسبة لنمبر 2 Alice is at home right now. طبعا now يعني الآن، يبقى present. علي he is at school، هو في المدرسة، يبقى إيه؟ isn't. ممكن أقول is أو isn't، ولكن هو ليس في المنزل at home، هو في المدرسة. Is Bees at home right now؟ طبعا ده سؤال، يبقى is علي at home. We Bees lunch before my father returns home. طبعا هنا we don't have lunch. We don't have يعني لا نتناول before. طبعا before مضارع، مضارع روابط أو مضارع مستقبل. Is Bees lunch before your father returns home؟ طبعا هنا سؤال، يبقى do you have lunch؟ هل أنت بتتناول الغداء قبل والدك ما يوصل؟ بالنسبة عندنا لـ number 3 معانا lions الأسودة، طبعا ده جمع يبقى eat. طبعا الأسد جمع، الأسودة بتاكل اللحمة eat meat. طب هنا بالنسبة للجراس، طبعا الأسد لا يأكل العشب، يبقى lions don't eat. الجمع I they we you والاسم الجمع بيتنفى ب don't. This soup is very good. طبعا هنا tastes يعني بتعطي مذاق جميل. طب السوب هنا اسم لا يعد، والاسماء التي لا تعد تعامل معاملة المفرد يعني بنجيب معاه الفعل في اس. My father is based in a big company. He is an accountant. يعني والدي بيعمل في شركة كبيرة، هو محاسب، يبقى works على انه اسم مفرد هنضيف له اس. After I space my lunch I will take a short rest. طبعا هنا after ايه؟ I have. عارفين الروابط مضارع مستقبل، يبقى after I have ممكن تبقى مضارع تام ولكن عنده مضارع بسيط فقط. My father works as a doctor. والدي بيعمل as a doctor كطبيب. He is very busy examining patient. طبعا he is often very busy يعني غالبا كده او عادة ما بيكون ما. طبعا هنا غالبا بيكون مشغول. طب هنا ليه قلنا is often؟ عندنا الكلمات الدالة على present simple المضارع البسيط أو ظروف التكرار عموما بتأتي قبل الفعل الأساسي وبعد am و is و a و are، بعد am is are. Lean is based sometime something to do. She is very busy. طبعا lean has، طبعا عايزين نجيب lean بتاخد has، وطبعا هنا always هتيجي قبلها يبقى always has، يبقى lean always has something to do. I visit my grandparents once a month. اسمها once a month. In the beginning and in the middle في البداية والنهاية يبقى twice a month. Asama is used. طبعا هنا is used to الفعل في ing. Is used to living in Aswan. في يعني معتادة أو مألوف لديها. بتدل على continuous. يبقى هنا is أو are أو get أو become used to الفعل في ing. It's Homer's habit يعني عادة Homer. طبعا it's Homer's habit to go. It's adjective to infinitive. حسين is working on the farm. حسين is used to. طبعا قلنا معتاد أو مألوف لدي. بالنسبة عندنا لزمن ال past simple زمن الماضي البسيط، طبعا أيضا شرحناه من قبل.
تعالوا مع بعض نتناول جزء الأسئلة. بالنسبة عندنا number one, it's rarely space in the western desert in the past millennium. طبعا هنا past ماضي, يبقى نستخدم الفعل في الباص اللي هو it rarely rained. The young man space to be felt biologists يعني علماء بيولوجي. طبعا the young men are taught يعني بيتعلموا أو بيدرسوا, حد بيعلمهم, يبقى وقع لهم الفعل. What time the break start in this school. طبعا هنا does the break يعني امتى موعد الفسحة. طبعا هنا موعد سبتة للتازين اللي هو fixed dates, بنستخدم present simple. She space stays up. طبعا هنا never بتنفي ولا تغير من شكل الفعل. My colleagues and I usually space breakfast together. طبعا هنا usually have يعني يتناولوا. My little sister meals outdoors. طبعا أختي الصغيرة ما بتتناولش بالخارج, يبقى هنا إيه never has. The community طبعا الكلمات الدالة على المضارع البسيط تسبق الفعل مين؟ تسبق الفعل الأساسي. يبقى أنا عندي هنا has فعل أساسي فهي بتيجي قبله. The community space to look after wild animals. The community is encouraged يعني بتشجع أو بتحفز إن هي طبعا هنا بتشجع أو بتحفز إن هي تعتني بالحيوانات المتوحشة. طبعا هنا is encouraged. Tigers in more space hunted as much as in the past. طبعا هنا لم تعد تصاد كما كان في السابق أو كما كان في الماضي, يبقى aren't hunted. طبعا الجملة باسف. Karim used to play chess but now he طبعا هنا play يبقى doesn't but now he doesn't يعني اعتاد على عمل في شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. His base hard work he is strong طبعا هو قوي, يبقى he used to hard work. طبعا هنا hard work يعني عمل جاد, هو اعتاد على العمل الجاد ولا didn't use ولا gets used to. طبعا he gets used to لأنها present ومضارع, يبقى متعود على العمل الجاد. When I was in Alex أو Alexandria لما كنت في Alexandria I always space to the beach. I always when I was ماضي عادة في الماضي. I went space teaching students of mixed habits. Get you used ولا have you used ولا are you used. طبعا هنا are you used to teaching, ليه؟ لأن ما عندنا الverb فيه ing, يبقى are you used to teaching. Don't go out until your work. طبعا don't هنا نه بنهيك, يبقى هنا مضارع until your work is done حتى العمل يقام أو يؤدى, يبقى هنا is لأن الجملة إيه passive. Father is used to buying tasty sweets. الوالد معتاد على شراء tasty sweets يعني الحلوى النكهة for us لينا. This sentence means this no longer happens. هذا لا يحدث. Never happened لم يحدث. is a present habit يعني عادة في الوقت الحالي. طبعا هنا is a present habit لأن عندنا is معتاد على أو مألوف لديه. طبعا هنا present habit يعني عادة في الوقت الحالي, لكن لو was past habit مفروض father used to buy ولكن is used to يبقى present habit. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بـ grammar unit 2 lesson 1 and 2. وانتظرونا معي Lesson 3-4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.